السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن ملف المختطفين بعد احاله الحوثيين عددا منهم الى النيابه وعدم الايفاء بالتزامات مشاورات السويد حول ملف المختطفين. احالت ميليشيا الحوثي عددا من المختطفين الى النيابه الجزائيه المتخصصه في صنعاء بعد اكثر من عامين على اخفائهم قسرا. وبحسب وثيقة أصدرتها الميليشيا، فقد أحيل 25 مختطفا مدنيا إلى النيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرتها تمهيدا لمحاكمتهم. أشارت الوثيقة إلى أن المحكمة قررت ودون موعد مسبق أو إبلاغ محاميهم عقد جلسة محاكمة ل13 مختطفا كانت النيابة قد أحالتهم سابقا للمحاكمة بتهمة مساندة الشرعية والتحالف، إلى أن الجلسة لم تنعقد لعدم إحضار المختطفين من قبل ميليشيا الحوثي. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل تعتبر محاكمة المختطفين بداية للانقلاب على التزامات مخرجات مشاورات السويد حول ملف المختطفين؟ وما هو الوضع القانوني للمحاكمات التي يجريها الحوثيون للمختطفين في صنعاء؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. لم يجف بعد حبر اتفاق السويد حتى عادت ميليشيا الحوثي لممارسة هوايتها المفضلة اختطاف المدنيين، رغم أن الاتفاق الدولي يقضي بالشروع في إطلاق سراح المعتقلين، ما جعل ناشطين حقوقيين يتهمون الحوثي باستغلال الاتفاق الحالي لتوسيع حجم المعتقلين في سجونه. الأنباء الواردة من صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثي تفيد بحدوث عمليات اعتقال واسعة في صفوف المدنيين، وهو ما يعد خرقاً متعمداً لبنود اتفاق ستوكهولم، والذي بموجبه تعهدت الميليشيا بإطلاق معتقلين لديها مقابل إطلاق آلاف من أسراها لدى الشرعية. ليس وحده الاعتقال العشوائي للمدنيين ما يمثل دليلاً على الخرق المبكر من قبل الحوثي لاتفاق السويد، فقد أحالت ميليشيا الحوثي 25 مختطفاً إلى النيابة الجزائية بصنعاء بصورة عاجلة بعد أن قضوا أكثر من سنتين بانتظار الإفراج عنهم. كما قامت ميليشيا الحوثي عبر المحكمة الابتدائية الجزائية بصنعاء بإصدار قرار بعقد جلسة محاكمة ل13 مختطفاً بتهمة مساندة العدوان، بالإضافة إلى أن النيابة الجزائية لا تزال مستمرة في إجراءاتها لتحويل ملف 10 صحفيين للمحاكمة. وفق مراقبين، فإن استمرار ميليشيا الحوثي في اعتقال المدنيين ومحاكمها في نسج التهم الجاهزة عليهم يأتي كنتيجة لتدليل المجتمع الدولي لهذه الميليشيا عبر اتفاقات غير ملزمة وبدون ضمانات واضحة كاتفاق السويد. إذن نبدأ النقاش، وينضم إلينا من محافظة مأرب المحامي والناشط الحقوقي عادل الديباني. عادل، أو سيد عادل، مساء الخير. مساء النور والعافية، مرحبا. مرحبا بك سيد عادل. إذا أنت أحد المتابعين لقضية المختطفين. سيد عادل، كيف تنظر إلى واقع الإجراءات والمحاكمات التي تقوم بها جماعة الحوثي، وما هو الرأي القانوني في ذلك؟ ما حدث مؤخرا بشأن إحالة بعض الأخوة المختطفين لمحاكمتهم عبر النيابة والمحكمة الجزائية المختصة بصنعاء سابقة الولاية بعد أن تم إلغاء صلاحيتها واختصاصها ونقلها إلى مأرب، ما هي إلا محاكمات عبثية، بالإضافة إلى كون ما يحصل الآن بعد ما حصل في اتفاق السويد، أنا بنظري أعتبره بأن الميليشيات قد قامت بالتنصل، يعتبر بمثابة تنصل والتفاف واختراق باتفاق السويد بشأن الاتفاقية، حتى يبرروا لانفسهم بان هؤلاء لم يعودوا لا معتقلين ولا مرتكبين، بل اصبحوا محامين زي المحاكم. نعم. فهذا هو نوع من الاختلاط وبشكل واضح وصريح، وتراجع وتنصل عن ما تم الاتفاق عليه، ولم تحفظنا على الخلط بين الاسرى والمحاكمين. نعم. لكن سيد عادل، يعني ربما لم ينقضي يعني اسبوع واحد على نتائج المشاورات، والتي يعني ابرز ما خرجت في هذه المشاورات والذي الاتفاق الذي وقع فعليا هو اتفاق الأسرى والمختطفين. يعني هل تعد هذه الخطوه بمثابه انقلاب على هذا الاتفاق الذي تم في السويد؟ هو
هو ليس انجلاء سبب، وانما سبب ان اوضحت انه خرق وتنصل والتفاف من قبل الميليشيات على ذلك الاتفاق حتى تكون بالتنصل عليه فيما بعد، وتبدل نفسها بان هؤلاء حتى لا يتم تبادلهم او اطلاق حريتهم بحجه انهم محاربين الى الغواء فاتر الولايه الذي التابع لهم. فهذا هو بمثابه تراجع وتنصل حقيقي، ويجب التنبه اليه بان ما قامت به الميليشيات مؤخرا من احاله بعض المخططين للمحاكمه هو لتبدل نفسها فيما بعد، لان هؤلاء المحاربين الغواء لم يعود لهم اي سلطه في بيتهم، يعني بانهم سوف يقولون فيما بعد هم اصبحوا ضد الغواء مثل البنايه. وهذه العده مكشوفه ويجب على الجميع التنبه لها، ووقف الحوثيين عند حدهم بانه اي تبادل يجب ان يشمل الجائمه الاولى هم ما تم احالتهم الى النيابه والمحكمه الجزائيه المختصه في صنعاء، وان يكونوا على راس من يتم الابراج عنهم ان كانوا قادمين، ما لم فهي استواءات وتنصل وخرج واضح وصريح من قبل الميليشيات. نعم، إذن سيد عادل تكرم بالبقاء معي. سنشرك معنا في الحديث السيد نبيل الأسيدي عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين. سيد نبيل مساء الخير. مساء النور. سيد نبيل، يعني اليوم ميليشيا الحوثي يعني تحيل مجموعة من المختطفين لتقديمهم للمحاكمة، بينما يعني لم ينقضي أسبوع على مشاورات السويد، وما تم الاتفاق عليه هو أبرز ملف وهو ملف المعتقلين. يعني هناك تحرك لمحاكمة المعتقلين، هل يعد هذا الإجراء نقض للاتفاق الحاصل في السويد؟ هذا شيء بديهي جدا بالنسبة لمثل هذه الميليشيات، منذ متى كانت لها عهد أو ذمة في أي اتفاق؟ أكثر من 50 اتفاقا وقعت هذه الميليشيات خلال فترة 4 سنوات ونقضته كلها، حتى اتفاق السلم والشراكة الذي أرغمته تحت يعني وقعته تحت تهديد السلاح وهي من صاغته وصنعته انقلبت عليه. هذا شيء بديهي جدا، يعني ليس مستبعدا، إضافة إلى أن إحالة المحاكمة هو نوع من الاحتيال على الاتفاق، إضافة إلى أن ذلك يعتبر هي تريد أن تشرعن عملية اختطافها، مثلا اختطاف الصحفيين منذ 4 سنوات بدون أي تهمة وتعذيبهم ونقلهم من معتقل إلى آخر والكثير من الانتهاكات في حقهم وإخفائهم قسرا لفترات مختلفة. نعم. الآن تريد مثلا إحالتهم للمحاكمة بتهم يعني إرسال إحداثيات للعدوان وغيرها من التهم المطاطية من أجل شرعنة عملية اختطافهم بعد هذه الأعوام الطويلة. في السويد التقيت برئيس اللجنة الخاصة بالأسرة من قبل الحوثيين، وتحدثت معه عن الصحفيين. في البداية أنكر وجود صحفيين وقال أن هؤلاء متهمين بمساندة العدوان وإرسال إحداثيات للعدوان. كانت الإجابة بسيطة، يعني هؤلاء لهم 4 أعوام معتقلين، فكيف يرسلون إحداثيات؟ إضافة إلى أن هذه التهمة مطاطية. في الأخير اعترف بوجود صحفيين في المؤتمر الصحفي وقال أنهم سيطلقون ضمن صفقة تبادل الأسرى الكل مقابل الكل. لكن من يعرف هذه الجماعة يعرف أنها لن تفي دائما بوعودها، هي تستخدم الصحفيين والناشطين والحقوقيين، أكثر من 250 ناشط وحقوقي وصحفي وتربوي معتقلين لديها، إضافة إلى رغبتها في تبادل الأسرى بمعنى أن هناك لديهم مقاتلين، بينما هي تختطف من البيوت والمنازل وأماكن الأعمال وغيرها، تختطف المدنيين. كل ذلك دليل على أنهم يريدون التلاعب في قضية الأسرى والمعتقلين بشكل كبير. نعم، لكن سيد نبيل، يعني المجتمع الدولي ألا يدرك يعني هذه التصرفات التي يعني ليست هي الأولى
أنها يعني تتكرر ما بين فترة وأخرى وباتفاقات سابقة كثيرة. يعني المجتمع الدولي يعني كيف يعني يتهرب من حقيقة كهذه، مسألة الاختطافات ونقض العهود التي يعني تمارسها الميليشيا بين فترة وأخرى؟ المجتمع الدولي هو لا ينظر لمثل هذه الإجراءات، ولا ينظر إلى القضية الإنسانية بعين الاعتبار، ولا قضية الانتهاكات بما تستحق من ردع. هو ينظر للقضية اليمنية من منظور سياسي ومن منظور صراع إقليمي ومن منظور مصالح يراها مناسبة لتجار السلاح وتجار الحروب وأيضا ولتجار المواقف. وبالتالي القضية الإنسانية ليست في يعني في اهتماماته البارزة، بل هو يهتم بالقضايا التي لديها علاقات إقليمية ولديها مصالح وابتزاز الدول الإقليمية وغيرها. بالتالي التعويل على المجتمع الدولي في الانتصار لقضايا حقوق الإنسان أمر صعب جدا. نعم، إذن أشكرك جزيلا السيد نبيل الأسيدي عضو مجلس نقابة الصحفيين، كنت معنا من جنيف، شكرا جزيلا لك. الآن أعود إليك سيد عادل الذيباني. سيد عادل، يعني كيف تقيم تحركات الحكومة فيما يخص ملف المختطفين الذين تستعد الميليشيا لمحاكمتهم؟ للأسف ما تقوم به الحكومة لا يرجع إلى المستوى المأمول به. نعم. فتخيل لحد الآن الأصل أن الحكومة والشرعية والنائب العام والقضاء أجلهم المسألة الدينية، هو من الاصل انه هو من يقوم بمحاسبه الانقلابيين على ما انقلبوا به من وصلوا على الحكم بالقوه ونهبوا المال العام والمال الخاص والتدبير والجث والاختطافات بالالاف كل هذه الجرائم. ومع ذلك للاسف فان الشرعيه ونظامها الدوائي لم تقوم ولم تحافظ ساكنا بهذا الملف على وجه الصوف في الجهات الدوائيه او في المحافل الدوائيه سواء محليا او دوليا على الاطلاق، وهذا اجماع. ويجب على الشرعية أن تقوم بواجبها وعلى النيابة العامة والنائب العام. كفى كفى كفى، يجب تحريك المرتبات الجناح على من قاموا بالانقلاب والثورة على السلطة وطفوا وارتكبوا كل الجرائم المعاتب عليها بسالوا. يجب تحريك المرتبات وعلى النيابة والنائب العام تحريك الملف الدعاوى الجزائية بحكم أنه بمثله ومثله. إذن سيد عادل تكرم بالبقاء معنا. سينضم إلينا من الرياض وكيل وزارة حقوق الإنسان السيد ماجد فضائل. سيد ماجد مساء الخير. مساء الخير، أسعد الله مساءكم. أهلا بك يا سيد ماجد. يعني انتهت مشاورات السويد بنتائج عديدة أهمها ملف المختطفين، كيف تنظر الحكومة إلى بدء إجراءات ميليشيا الحوثي بإحالة عدد من المختطفين إلى النيابة؟ طبعا هذه الإجراءات هي مخالفة للاتفاق وأيضا يعتبر خارق واضح واستمرار في يعني في تجاوزها للاتفاقات وانقلابها عليها. هذه الميليشيات لا تراعي لا إلا ولا ذمة. هذه الميليشيات ميليشيا انقلابية مجرمة للأسف الشديد يعني منذ اليوم الأول للاتفاق، وهي ما زالت تختطف وتعتقل. بالإضافة إلى أن الإجراءات الأخيرة لمحاكمات الصحفيين وأيضا الناشطين الموجودين أو المعتقلين لديها هذه يعتبر خلق واضح، وقد تم إبلاغ مكتب المبعوث العمومي جريفيث بهذه التجاوزات وهذه الخروقات، وعلى أمل إلى أن يتم الضغط على هذه الميليشيا للتوقف فورا عن هذه الممارسات والالتزام بما تم التوصل إليه، ويعني حتى يكون هناك يعني إجراءات حقيقية وتنفيذية لبناء الثقة يتم البناء عليها في الجولات القادمة. ما لم فإن هذه الميليشيا لا جدوى من الحديث معها ولا تفهم الا قوه يعني قوه السلاح. نعم، لكن سيد ماجد افهم منك يعني انه في القضيه الاخيره هي قضيه احاله مجموعه من المختطفين الى المحاكمه، هذه القضيه تم ابلاغ مكتب المبعوث بها كونها نعم. يعني خرق واضح ونقض للاتفاق.
نعم، تم إبلاغهم يومنا هذا بهذه القضية، وتم الرفع لهم بال 13 لهم الذين يتم محاكمتهم، بالإضافة لإجراءات أخرى. يعني ما زالت الميليشيا ليس فقط تحاكم ما لديها، بل أنها تختطف حتى اللحظة، ما زالت تعتقل المواطنين، ما زالت تعتقل يعني للأسف الشديد حتى موظفي الدولة، تمنعهم من التنقل، من السفر. يعني ما زالت تمارس كثير من الانتهاكات التي يعني التي تحاول بها إرهاب الشعب وتحاول بها إرهاب المواطنين وتقييد حريتهم. نعم، لكن سيد ماجد، هناك من يقول أن الحكومة يعني لم تمارس ضغط أكثر خلال فترة طويلة فيما يخص ملف المعتقلين، بينما يعني تمكن الحوثيين من تحقيق مكاسب في مجاورات السويد في هذا الملف، كيف تنظر إلى ذلك؟ بالعكس، نحن الملف المعتقلية وبتوجيهات عليا من فخامة رئيس الجمهورية هي من ضمن أولويات الوفد الحكومي، وأيضا الحكومة اليمنية في عملية يعني السعي والضغط من أجل إطلاقهم وبشكل آمن، وأيضا الحفاظ على يعني حياتهم وصحتهم. لكن للأسف الشديد نحن نتعامل مع ميليشيا مجرمة، لا يعني ميليشيا لا تحترم لا القوانين المحلية ولا الأخلاق ولا القوانين ولا الأعراف الدولية. للأسف الشديد هذه الميليشيا تستخدم الإرهاب والتعذيب يعني التخويف لكل من يعارضها. هذه الميليشيا للأسف الشديد نحن عن مضض قبلنا يعني، وإن كان هذا مخالف يعني للقوانين، ولكن من أجل مصلحة المعتقلين ومن أجل يعني محاولة إطلاقهم، قبلنا أن نبادل المعتقلين المدنيين الذين ليس لهم دخل بما يحصل من حرب أو سياسة، بالأسرى الحرب الذين هم أسرى حوثيين تم القبض عليهم في جبهات القتال، يعني ولهم قوانين أخرى، لكن تم التبادل وتم الموافقة على يعني التبادل بينهما حفاظا وحرصا من الحكومة اليمنية على هؤلاء المعتقلين وإطلاق سراحهم وايضا تخفيف عن ذويهم واسرهم. نعم، لكن سيد ماجد، يعني في حال لم ينجح الاتفاق الاخير الذي تم في مشاورات السويد فيما يخص ملف المعتقلين، ما الخيارات لدى الحكومه الشرعيه حيال هذا الملف؟ الخيارات هي خيارات يعني محدودة، هي خيارات فقط تتمثل في عملية يعني تقييد ورصد كل ما يتم اعتقاله، وأيضا ما تقوم به هذه الميليشيا من عمليات اللي هو التعذيب والاعتداء على هؤلاء المعتقلين، ثم بعد ذلك نحاول نقوم بتجهيز هذه الملفات وإحالتها إلى اللجنة الوطنية لتحقيق فيها وإحالتها إلى النيابة العامة والقضاء، لأيضا معرفة منهم، خاصة إذا تم معرفة والتعرف على الأشخاص الذين يقومون بهذه الممارسات، وليتم يعني تجهيز الملفات بشكل كامل، حتى يعني على الآن صعب إحلال القضاء أو إحلال العدالة بالوضع الحالي نظرا لسيطرة ويعني بسط هذه الميليشيا بقوة السلاح، بسطها على مؤسسات ويعني أجهزة الدولة في المناطق التي تسيطر عليها، ولكن سوف يأتي الوقت الذي يتم إحلال العدل وإنزال العقوبة لهؤلاء المنتهكين وهذه والممارسين لهذه الجرائم، لأنها لا تسقط بالتقادم، ولا بد أن تعود الحقوق إلى أهلها، ولا بد من جبر ضرر هؤلاء المعتقلين والمختطفين أو المؤدبين. ولكن هذه كلها إجراءات محدودة، نحاول العمل مع المجتمع الدولي أيضا لزيارة وتخفيف تخفيف هؤلاء المعتقلين، التخفيف عنهم بقدر الإمكان، محاولة أيضا يعني الرصد لأي محاولات يعني استخدامهم ضروب بشرية أو طبعا استغلال هؤلاء المساكين بشكل أو آخر، لأن هذه الميليشيا كثير ما تقوم باستغلالهم بتبادلهم بالمال أو أيضا بتبادلهم ب يعني أطفال وأشخاص يتم تجنيد هم واستخدامهم وقودا في حربها. للأسف الشديد هناك يعني خذلان قليل من بعض المنظمات الدولية التي نتمنى أن تظهر بشكل كامل وترفع الصوت ضد هذه الميليشيا لما تقوم به بحق هؤلاء المعتقلين والمختطفين، ونحن ندعوهم باستمرار إلى الضغط وأيضا ممارسة كافة الإجراءات ويعني الترتيبات اللازمة لمنع التكرار أو لمنع يعني ممارسة
مارست هذه العمليات او هذا التعذيب على المختطفين والمعتقلين. الان نحن تم التوقيع على اتفاق اللي هو الخاص بالاسرى والمعتقلين وايضا بالجثامين وايضا خاص بالمقيمين تحت او الموقوفين تحت الاقامه الجبريه. تم التوقيع على هذا الاتفاق، هذا الاتفاق هو شامل لاطلاق كافه السراح والمعتقلين. تم تبادل قوائم الاسرى والمعتقلين اكثر من 8500 تم تقديمهم من يعني اغلبهم من المواطنين والفئات العماليه وايضا ناشطين واعلاميين من قبل الشرعيه والحكومه اليمنيه، وتقديم تقريبا يعني ما يقارب 7000 من الحوثيين الذين هم يعني اغلبهم مفقودين او توفوا او انهم للاسف الشديد انهم يعني هم اسرى حرب، ليس لا يوجد لدينا معتقلين في الحكومه اليمنيه بقدر ما هو موجود لدينا اسرى تم القبض عليهم يعني كما اخبرتك سابقا في جبهات القتال، ورفضينا يعني التبادل بهم حتى حفاظا وحرصا مننا على هؤلاء المعتقلين الذين تم القبض عليهم من الشارع او من بيوتهم. الا ان هذه العمليه لابد ان تكون هناك ضمانات، والتي طالبنا بها المبعوث انه لابد موجود ضمانات، لا ينفع انه يتم اطلاق سراح المعتقلين ويتم في اليوم التالي القبض على بديل عنهم ايضا او احد اقاربهم، ثم بعد ذلك تاتي عمليه المقابضه وتستمر العمليه يعني في دائره مغلقه. هذه مهزله يمكن القبول بها. وضحت الصوره. يعني مكتب المبعوث والامم المتحده تجاوبت وهي تدرس الان ما هي الضمانات الممكنه من اجل ذلك. وضحت الصوره، اشكرك جزيلا السيد ماجد فضائل وكيل وزاره حقوق الانسان، كنت معنا من الرياض. اعود لضيفنا المحامي والناشط الحقوقي عادل الديباني. يعني سيد عادل، هل تتوقع ل يعني المشاورات واتفاق ملف المعتقلين النجاح بشكل كامل او حتى بشكل جزئي في ظل ما هو حاصل من معطيات على الارض؟ لا للاسف لا، لا اتوقع من تلك الميزانيات من خير، ولكن ما يفلت النفس انه للاسف حتى وقت الترعيه مهما حاول ان بذلوا الجهد ويشكروا عليه، الا انهم للاسف لو لاحظت ان الاتفاق لم ياتي او ياتي بوجود النص على اطلاق جميع الكل مقابل الكل بما فيهم، وتلخص على كلمه بما فيهم المحالين الى الدواء، الحوثي سوف يتبرع ويتنصل عن ما تم التوقيع عليه من خلال ان المحالين الى الدواء لم يعد يشملهم اي اتفاق او الاتفاق الموقع من قبلهم، كون الاتفاق الموقع او الذي وضعوا عليه يشمل فئتين لا زالت لهما وهي فئة الأسرى والمحتجزين، وهذا الوصفين قانونا لم يعد ينطبق على من تم إحالتهم من المحاكمة محاكم عبثية. نعم. طيب. فهذا ما يجب التنبه إليه، وهذا ما حصل فعلا البصور، وأنا أعتبر أنه في بصور شديد. نعم. طيب يعني في حال فشل هذا الاتفاق واتفاق الأسرى والمعتقلين، ما حينها يعني ما الخيارات امام الشرعية وايضا الجهات الحقوقية اليمنية؟ الخيار واضح وصريح يا اخي، بدل من الشرعية يجب ان تحاكم كل من جاب الانقلاب وكل من جاء بانتهاك بالجرائم بشكل كل ما اي جريمة، كل سواء من الاستيلاء على الحق بالقوة او نهب مؤسسة الدولة والمال العام والخاص او التفجير او القتل او تشكيل عصابات مسلحه او الاغتصاب او القتل او التعذيب، كل هذه الجرائم يجب على الشرعيه ان كانت فعلا شرعيه ان تحكم من جنب بالانقلاب والتمرد عليها وعلى قوانينها. نعم. وان لا تطرح نفسها في جبهه المساواه، تساوى شرعيه معترف بها محليا واقليميا ودوليا بان تتنازل عما تتحلى به. سيد عادل، أنت كيف تقيم تحركات الحكومة في هذا الملف؟ للأسف 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 الشديد لم تقم بواجبها، بدليل مرور أربع سنوات، تخيل أربع سنوات وأنا أقول لك ولم يتحرك ملف واحد من قبل سواء وزارة حقوق الإنسان أو الشؤون القانونية أو المختص في تحريك اللي في النيابة العامة ممثلة في النيابة العامة، لم تحرك ملف واحد ضد الإنقلابيين في أي جريمة سواء كانت الإنقلاب أو الاختطاف أو استيلاء الدولة ومؤسساتها أو الخط أو البغي أو كل جرائم لن يتم إحالة أي واحدة منها، وهذا تقرير شديد. نعم.
إذن وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر المحامي والناشط الحقوقي عادل الذيباني، كنت معنا من محافظة مأرب. إذن مشاهدينا بهذا القدر نكتفي ونصل إلى ختام حلقة الليلة، أشكر ضيوفي أيضا وكيل وزارة حقوق الإنسان السيد ماجد فضائل كان معنا من الرياض، وشكر أيضا للسيد نبيل الأسيدي عضو نقابة الصحفيين اليمنيين كان معنا من جنيف. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة زميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.